الذي يدخل في إطار الأنشطة المنتظمة للجمعية المغربية للباحثين في الرحلة، وفي إطار سياستها في عقد الشراكات مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية، فقد نسقنا هذا اللقاء مع مركز إكليل لمؤسسات محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التعليم. وسيكون موضوع هذه الندوة هو إفريقيا بعيون مغربية، ومضمونه تقديم تجربتين رحليتين لكاتبين مغربيين إلى منطقتين مختلفتين من بلاد إفريقيا موضوعي الرحلات. الرحلة الأولى هي الرحلة البهية إلى الجوهرة الإفريقية أيام مشرقة في بلاد نيلسون مانديلا لكاتبها أستاذ محمد العالمي، والرحلة الثانية هي من الرباط إلى جزيرة العبيد ملاحظات مواطن إفريقي حكي إثنوغرافي صاحبها أستاذنا أشرف بول مقوس. وفي تقديم هذا اللقاء أود أن أتحدث عن الرحلة إلى إفريقيا بالنسبة للمغاربة والعرب التي ابتدأت حسب الباحثين بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، وكان هو المدخل إلى بداية الاتصال بالشعوب الإفريقية وإلى بشعوب الزنجي والنوبة والحبشة والسودان بحسب ما ورد في الروايات العربية الأولى للجغرافيين والرحالة والمستكشفين والتجار. وقد أنتج ذلك الاتصال بشعوب الصحراء وما تحت وما جنوب الصحراء نصوصا لجغرافيين ولأدباء ولمثقفين، نتج عنها صورة لهذه البلاد التي كما يقول الباحثون أن أول من خاض غمارها هم العرب غداة الفتح الإسلامي. وقد قدمت لنا هذه النصوص صورا عن هذه البلاد تتفاوت طبعا دقتها وتتفاوت أبعادها ومعارفها، إلا أن هذه الصورة تطورت مع تطور اللقاء بهذه البلاد ومع التأثر بالثقافات الوافدة وتطور أيضا النظرة إلى هذه البلاد. ومن طبعا الأدباء الجغرافيين وأصحاب أدب المسالك والممالك نذكر نصوص اليعقوبي ونصوص المسعودي ونصوص ابن حوقل ونصوص البكري ونصوص العمري ونص أيضا ابن بطوطة وغيرهم ممن صوروا لنا أولا شعوبا تعيش حالة من الاستيحاش والابتعاد عن الثقافة والحضارة، وشعوبا أيضا لا تكاد تملك من الحس الديني الرفيع إلا ما كان قليلا. ليخلص الباحثون أن النظرة إلى إفريقيا من طرف الرحالة والجغرافيين العرب كانت ترتبط في سلم قيمها بدرجة الاتصال والابتعاد عن الدين، وقد تطورت هذه الصورة مع تمكن التجار والرحالة إلى دعوة بعض الشعوب إلى اعتناق الإسلام. ففي بعد اعتناق الإسلام صار الرحالة والجغرافيون ودارسوا الثقافة الإفريقية يميزون بين الأفارقة المقتربين من الحضارة الذين اعتنقوا الإسلام والأفارقة الذين ما زالوا يعيشون في بعيدا عن الرقي الأخلاقي والديني. وقد جاءت صورة إفريقيا وصورة الشعوب الإفريقية مرتبطة ببعض السمات، أنها بلاد الهمجي وبلاد العراتي وبلاد الفوضى، حيث أن أولى الصور بيّنت أن أمما لا تكاد تؤسس لحضارة أو سياسة أو بلدان. ومع تقدم العصور بدأت تظهر صور أخرى طبعا مرتبطة بأشكال من الحضارة، مرتبطة بالطبخ، ومرتبطة أيضا بوجود بعض الممالك التي اكتشفها أيضا ممالك تقليدية كمملكة مالي وملكة تومبوكتو وغيرها من
من الممالك والأنظمة التي تبين أن هناك معالم حضارية كانت حاضرة في تلك البلاد، إلا أن الصورة الطاغية على هذه على إفريقيا في أغلب هذه النصوص أنها كانت تعتبر بلاد الذهب والعبيد، خاصة أن أولى العلاقات أهم العلاقات التي ارتبطت بهذه البلاد كانت مرتبطة بمشاريع اقتصادية وغزو اقتصادي، إن كنا بحثاً عن مصادر الثروة وقتها، وهو الذهب والعبيد. وأعتقد أن هذه الرحلات الأولى للمغاربة والأفارقة وللعرب إلى إفريقيا لست أعتقد، ولكن الحقيقة أنها اقتصرت على مجال جغرافي محدود، توقف عند المناطق الخالية ما اعتبر مناطق خالية بسبب الحر، لننتظر طبعا الرحلة الأوروبية ورحلة استكشافات الحديثة للخوض في مجال أوسع كمجال وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا كما نراه في هذه الرحلة المعاصرة. وحتى لا أطيل أود أن أعطي الكلمة للمتدخلين الأساسيين في هذا اللقاء لتقديم نصين رحليين، قبل أن نقدم أن نسمح نتيح المجال لكلمتي الكاتبين لتقديم شهادتهما بخصوص تجربتهم الرحلية. وأود أن أبدأ بالأستاذ محمد أنقار ليقدم لنا قراءته في نص الرحلة البهية إلى الجوهرة الإفريقية. أن لا تفوتنا المناسبة لنعزي أخانا وحبيبنا أستاذ محمد شداد الحراق في مصابه الجلال بفقده لأبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأسكنه الله فسيح جنته.